بسم الله الرحمن الرحيم. ما أهمية الابتسامة وخاصة في مقاطع الفيديو؟ الفيديو حياك الله دكتور عبد الله. الابتسامة تدخل في القلب. نعم. الابتسامة صدقة مثل ما موجودة يعني الحديث. في الحديث نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. ابتسم في وجهك أخيك صدقة. صحيح نعم. فتعطي البشاشة تعطي الإنسان الأريحية لكن نعم. تكون لا صادقة بعد أيضا الابتسامة. هي نعم. تكون صادقة. أنا لاحظك دائما ما شاء الله مبتسم وكذا. نعم. بيش تشعر يعني لما تقابل الناس بهذه الابتسامة؟ احصل الطيب بالناس. نعم. وعندما تبتسم في وجه اخي تحس براحه. نعم. يبادلك بالاشياء الطيبه. اها كانك تكسر حواجز يعني بينك وبينه. اكيد كان هذا الشخص عارف انك مسافات. زي ما هي رسالتك ونصيحتك لمن يقابل الناس بالعبوس؟ ربما هذا الشخص يا دكتور عبد الله من شغل. الشخص احيانا نعم. من شغل بافكار الدنيا. نعم. بظروف والله بتحس هو قلبه قلبه موجود لكن اذا عندما ذكرته انك ترجع لك ويبتسم لك. فتحصل انه ربما يمر عليك شخص نعم. لكن هو عقله من شغل. يمكن مريض يعني ولا عنده مشاكل. مشاكل. الحين لا يمر علي مثلا دكتور عبد الله وما سلم علي او ما ابتسم لي. ربما هو عقليته من شغل. انا مثلا اليوم انا صارت لي اليوم شخص يسلم علي وانا كنت افكر في الاقامه قبل الصلاه. سبحان الله. ومتى تذكرت؟ بعد ما خلصت انتهت الاقامه. سبحان الله. قلت هذا الرجال ما ابتسمت له لا اعطيت لكن بعد ما انتهت الصلاه الدعاء سلمت عليه وابتسمت. الحمد لله جزاك الله خير. هذا تحدث يا دكتور. تحدث. واشكرك على هالكلمه. احسنت بارك الله فيك. فتني جزاك الله خير. الله يزيدنا ويزيدك بالخير. آمين.